انتبه انتبه، سواء انا بضاري او اي شخص ثاني يتكلم عن الفيتامينات والمعادن وعن فوائدهم، على طول انت يعجبك الموضوع على طول رحت موقع وشريته او رحت صيدليه. ساعات جسمك ما يحتاجه، ليش؟ لانه متوفر باكل الله سبحانه وتعالى. مثلا خل اعطيك مثال، عندنا مثلا النحاس، جسمك يحتاج اقل من 1 ملغرام، شي حبه صغيره بس تكفيك حق اسبوعين، انت تروح تاخذ مكمل. زين الزايد وين راح يروح؟ راح يروح على الكبد، فانت راح تاذي الكبد. الكبد تقول ليش عندنا، ليش معطينا؟ فانت قاعد تعب اعضائك على الفاضي. وين المشكله الاساسيه يا جماعه؟ لازم نضمن كل فيتامينات والمعادن جسمنا يمتصهم. اذا عندك حارج ارتجاع خلاص، ولا معدن ولا فيتامين جسمك يمتصه. صلح المشكله الاساسيه بعدها امورك تصير كلها طيبه. زين منو يحتاج الفيتامينات والمعادن؟ اذا انت ما تاكل الفيتامينات والمعادن اللي موجوده بغذاء معين، ما تاكل مثلا عندنا السمك، ما تاكل سمك راح تضطر تاخذ مكمل يود. عرفتوا يا جماعه؟ لا تاخذ اي مكمل، اكل اكل الله. اختي الغاليه حفظي هذه المعادله لا تنسينها. في اعضاء متصلين مع بعض، اذا صار في واحد فيهم خلل على طول يعطون علامات الباجي. من هما؟ عندنا مثلا الكبد، وعندنا الكلتين مع الغده الكظريه، وعندنا المبايض، وعندنا الغده الدرقيه. نفترض الغده الدرقيه صار فيها خلل، على طول الكبد والكلتين والمبايض يعطون علامات ان فيهم خلل. فانت لما تروحين تكشفين يقول لك والله مثلا عندك المبايض فيهم خلل. الاساس من اللي خربان؟ الغده الدرقيه. فيعطونك علاجات حق المبايض ويعطونك علاجات حق الكبد الكلتين، فما ندري منو المسبب الاساسي. شنو نسوي؟ نعالجهم كلهم، نشوف شو الغده الدرقيه تبي نعطيها، الكبد شنو يبي يعطيه، المبايض شنو تبي نعطيه، الكلتين شنو تبي نعطيه. عرفتي؟ دائما حفظيها، مو معناته طلع لك ان الغده الدرقيه يعني هي، لا، ممكن الكبد وهو اللي معطي علامه حق الغده الدرقيه او الكلتين. دائما حفظوها، فضبط الاعضاء هذول كلهم، شوفهم شنو يبون عطهم. شهر راح اسمع هذه المعلومة الخطيرة، اسمع الصدمة. أول شيء ما راح يعجبك الموضوع، بعدين إذا فصلت لك راح يعجبك. الأكل الزايد يخرب أنزيمات الكبد، يتلف الكبد. إيش علاقة الأكل بالكبد؟ أنا أقول لك، بغض النظر أن الأكل الزايد يجيب لنا السمنة ومشاكل، زائد شنو يسوي؟ يخرب عضلات المعدة. لما أنا آكل بكمية كبيرة المعدة تنتفخ تنتفخ، والمعدة كلها عضلات، وفي عضلة متصلة فيها شنو هي؟ صمام المريء. فبعدها إذا خربت العضلات صمام المريء يصير فيه خلل، بعدها ما يسكر، فهني حمض المعدة يطلع، وايد ناس قاعد تعالج الصمام ما يتسكر ويسوون عملية. ما احنا داشين الموضوع هذا. شوف الاكل يحتوي على فيتامينات ومعادن، صح صح، بعض الفيتامينات والمعادن موجودة بجسمك. حلو، الكبد قاعد يتعب ويضبطها ويرسلها ويضبط الموضوع كله. انت كليت زيادة، لا تظن بس اكل، طالع الاكل هذا فيه فيتامينات ومعادن. شلون واحد ياكل كبسوله مثلا ياخذ فيتامينات 4 حبات 5 حبات، انت نفس الطريقه نفس ما ذكرت لكم، انت كأنك قاعد تسوي نفس الاشخاص هذول ياكلون مكملات فيتامينات معادن وايد، قاعد تضر الكبد. وحتى راح تلاحظ عندنا بالكبد انزيمين، في AST وALT. الALT خاص بالكبد، راح تشوف الALT جدا صاعد. وساعات اشخاص اكلهم صحي ولكن ياخذون مثلا مكملات حبوب وايد، مثلا اكثر مثلا لاعبين الحديد اللي ياخذ امين وياخذ وايد حبابي، خليه يسوي فحص راح يلقى الاي ال تي صاعد. واي شخص ياخذ مكملات وايد راح يلقى الاي ال تي صاعد. ليش؟ لان هذا خاص بالكبد، والفيتامينات المعادن اللي قاعد تتناولها انت شنو قاعد تخلي الكبد؟ قاعد تخلي الكبد يشتغل زياده عن اللزوم. عرفت شلون؟ فخل اكلك جدا قليل، لا تخليه وايد، خل اول شيء عشان صحتك، زائد لا تتراكم الفيتامينات والمعادن على الكبد. واضح؟ جرب اسبوع او اسبوعين مثلا وسوي فحص، راح تلقى وايد اشياء متغيره بحياتك وبجسمك. نتكلم عن دهون الكبد وشلون تتراكم، ولكن خلينا ناخذ مثال. انت عندك بيت وعندك صديق وايد ثري، حلو؟ صديقك هذا قال انا بهاجر خلاص، بيتي انا ما ابي واثاثي ما ابي، تكفى تبي الصاله مالتنا؟ شاريها وايد غاليه. قلت له ايه بالصاله. جبت انت صالتك شلتها خليتها على الجنب، حطيت صالته قنفاته طاولاته حطيت. بعد فترة دق عليك، والله عندي غرفة نوم، وانت بيتك كامل، خذيت غرفة النوم لانها غالية وحطيت غرفة النوم. بعد فترة دق عليك، عندي طاولات، عندي طاولة طعام، عندي جهزة رياضية، خذيتهم كلهم، فصارت كراكيع، ماكو مكان فاضي ببيتك. فبعدها صارت زحمة، ما تقدر تمشي حتى في البيت، والسبب شنو؟ الطمع مالك اللي انت قاعد تاخذه وتعبي بيتك. نفس الطريقة الفيتامينات المعادن اللي تتراكم على الكبد.
سعرات الكبد مو محتاجة، ولكن انت اعطيته زيادة، خصوصا مثلا عندنا اقرب مثال الفركتوز الفواكه، زيادتها الكبد ما يقدر يتصرف فيها فيخليها دهون على الكبد. وبعد فنكمل عن مشاكل زيادة الاكل وزيادة الفيتامينات المعادن انها تتراكم بالجسم. خلنا ناخذ مثال حلو، شخص كله ياكل لحم 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 ويحب الاملاح 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 على طول، شنو راح يرتفع بجسمه؟ ممتاز، راح يرتفع الصوديوم، واذا ارتفع الصوديوم راح يكسر منه ويقول حق هذاك الثاني ينزل البوتاسيوم، واذا نقص البوتاسيوم طططط جسمك يحبس ماي طططط ونه بالاذن طططط احمد محسن، وراح يصير كل احمد محسن داخل راح يخترب جسمك. انتبه، عرفت شلون اقول لك لا تزيد بالاشياء، خل الاشياء بسيطه، لان الجسم سبحان الله سيستم، لا تخرب السيستم، والجسم يرد يضبط نفسه، بس ولكن يبي له فتره. انت بالفتره هذه تخيل مسافر، تخيل مثلا طالع مكان مثلا تحس بآلام بجسمك على ما يترتب جسمك، فمن البدايه قلل فيتاميناتك معادن، اخذ اللي ناقصك، بس اخذ اللي ناقصك، والاكل اكل بكميات بسيطه. ودائما سويت فيديوهات وايد، قوم من الاكل تكفى. شوف نسختي ما شاء الله، ابو ظهري مقعد.